تعالوا أما نعرفكم من هو النبي صلى الله عليه وسلم بالسمت والخلق والسيرة والإحياء. ما الضير إن إحنا نقول في حب رسول الله تعالوا أما ندرس كتاب الشمائل المحمدية أو نتكلم عن رحمة النبي، خلق النبي، فعل النبي، نبي الزوج. لما نتكلم النساء يفرحوا جدا بالقصة دي، زعل الرجال شوية، زعل. لما نيجي نتكلم عن نبي الزوج، خلق، مراعاة المشاعر، مراعاة الكلمة الطيبة الطبطبة. يقول لك فن البروتوكول والإتيكيت كنا بناخده في الجامعات مثلا، في منهم 13 أصل من فن البروتوكول والإتيكيت، معروف إن هو عالمي متداول. تروح في أي دولة معروف إن أنت بتقعد كذا، الشوكة كذا، المية مش عارفة فين، بتعمل إيه. النبي صلى الله عليه وسلم فعله من أكثر من 1400 سنة. لما نيجي نقول الزوج ده برنس جدا، يعني لما يجي يفتح باب العربيه لزوجته مين بيعمل كده؟ اه فتره الخطوبه، بدايه العقد، اول الزواج، بعد كده افتحي الباب وزوقي، لما يتفتحش احسن. النبي صلى الله عليه وسلم فعله في غزوه من الغزوات، غزوه يعني شوفي بقى حرب وبتاع وجيش واداره وقصه وكده. وبعدين ادوا السيده صفيه، وكان يقترع بين زوجاتي مين اللي تطلع معايا في كل مره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم طلع السيده صفيه، فكان البعير بتاعها ضعيف، فيعني استبطأ بيها، فبكت، وقف البعير بكت، اعطيتوني بعيرا ضعيف، ويا بقى حاسه بقى كل شويه انت بنت يهودي ومش عارفه الكلام اللي كان بيتقال. فبكت، وقف الجيش، مش بقى وانا جايبك معايا مش كفايه تحمدي ربنا ان انا مخرجك واديني مفسحك بقى جاي تعمل جيش بقى والناس وغزه؟ ما قالش كده عليه الصلاه والسلام، صلى على النبي، ما قالش كده. وقف الجيش كله قعد النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، وجعل فخذه الشريفة سلم، اطلعي وطلعها برجله على البعير ورضيتي، وبعدين يمسح تعيط ويمسح على خدها. بنت مادية بقى فرحانة يعني، عارفة انتوا الحريم يحب الكلام، فتبكي وهو يمسح على خدها صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مش بقى لا انت بتعملي، لا لا، ده النبي الزوج. تعالوا ما نتكلم عن النبي الرؤوف الرحيم. الله عز وجل من أسمائه، إحنا مأمورين كده يعني توحيد، إن إحنا نعرف توحيد الأسماء والصفات والأفعال، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. من أسماء الله عز وجل الرؤوف رحيم. رؤوف يلهمك الحل ويرشدك للحل قبل وقوع الابتلاء. رحيم لازم نتربى بعد الابتلاء. فالرأفة لمين؟ لأهل الله وخاصته، للخاصة. والرحمة لجميع الخلق. فعشان كده يقول اللهم اجعلنا يعني من الأولياء اللي بتربينا وبتعلمنا من غير حول منا ولا قوة. فالربانية هي التخلق بصفات الرحمن. صفة من صفات الرحمن وصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، اتنين عطاهم للنبي: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ليه؟ أصل هو كده فعلا، صلوا عليه. لما نيجي نقول احنا بنحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لما نحيي ذكرى، لما اقول الله اللهم بارك، مين دي؟ ده دي سمن أمة رسول الله. الدليل عصمتها فعلها. يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتؤذي جيرانها. قال لا خير فيها، قال لا خير فيها. فالأصل إيه؟ الأصل الفعل. الدين مش السلام عليكم، مش كده. عبادات ده جزء، الدين معاملة. وريني خلق النبي في تعاملك، وريني سمت النبي في كلامك، وريني خلق النبي ورأفته ورحمته ودين الإسلام في أفعالك في تربيتك. هو ده الدين. مش تقول لك حتة مقطعة بس احنا فرض يعني، ولا سمت ولا رايح من المسجد ما شاء الله ده الزبيبة قد كده في راسه، شوفي رايح المسجد وجاي من المسجد، مع انه شهدوا له بالإيمان يعني، ولكن فعل، الفعل، المعاملة. فما نيجي نقول نحيي ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان بيعمل ايه؟ هو انا ينفع احيي ذكرى حد او احب حد وانا معرفوش؟ لازم اعرفه. من هو رسول الله؟ لو هنيجي نوصف النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة، كان قرآن يمشي على الأرض. لما نيجي نتكلم عن النبي الأب والنبي الحما والنبي الزوج والنبي القائد، لما نيجي نتكلم عن النبي الأب، تعالوا شوفوا كده كان بيعمل إيه لفاطمة. بكت
اليوم اللي توفاه الرسول عليه الصلاة والسلام فيه. ليه؟ أصله عمل حاجة ما كانش بيعملها طول عمره معاه. كان لما تهل السيدة فاطمة صلوا عليه كان يقوم لها، يقوم ويستقبلها ويهش لها ويبش ويضحك ويقبلها بين جبينها هنا ويجلسها جنبه بجواره. فلما كان مرض موته اليوم المرض اللي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قامش، ما قدرش، بكت. النبي الأب لما وصاها، لما زوجها لسيدنا علي وقال لا تحدث شيئا حتى أتم، ما تعملش حاجة لحد ما يجي، وجي وبعدين تبرك ودعا لهما ثم. النبي الحمى لما دخل على السيدة فاطمة وسألها أين ابن عمك؟ فين ابن عمك؟ فين جوزك؟ قالت لي بيني وبينه شيء، هو في المسجد. أي حاجة بتحصل بين الأزواج، ملح الحياة. فراح طبعا المسجد بقى مش سجاد بقى وبتاع، نايم على التراب. فقال قم يا أبا تراب، صلوا عليه. مش بقى وده عاملة مش كويس ان انا متجوزها لك، وانت مش عارفه متجوز مين ولا بنت مين ولا الكلام. وبعدين ده تعال النبي الزوج، يعني عندي مثلا بتاع حوالي 43 44 موقف، مش فاكره كنت معداهم كام. لحال النبي كزوج ناخد منهم شويه حاجات. النبي الزوج لما حصل بينه وما بين السيده عائشه موقف، قال لها طب تمام، هو بيقول حاجه وهي بتقول حاجه، مش نبي بقى انا بقول الكلمه وهو كده، وانا راجل ولازم تسمعي الكلام، وهو كده لما احمدي ربنا وانا كلنا، وهو النبي عليه الصلاه. عارفين النبي يعني ايه؟ عارفين الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ايه؟ مبعوث من قبل الله، سفير الله عز وجل في الارض، حبيب الله سبحانه وتعالى. اقول لكم موقف ان شاء الله في الاخر تعرفوا قد ايه مكانه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى. فلما حصل قال لها جيب عمر، قالت له لا، من تختاري؟ قالت ابو بكر ابوها. وده يدينا اصل في التشريع او اصل في الاحكام ما بين الزوج والزوج، لما يحصل مشكله هي تختار يا ابني، لا هو كده اذا كان ولا تعجب فلان، يعني مش بمزاجك والله، النبي اللي هو من هو افضل مني ومنك خيرها، فهي تختار مين يتحكم ما بينكم. فجاب سيدنا ابو بكر، فاول ما قالت قالت ايه؟ احكي قول ولا تقل الا الحق. مين واقف؟ ابو بكر. ابوه هم عليه جه يضربها، وهل يقول الا الحق؟ هو رسول الله صلى الله عليه، وهل يقول غير الحق؟ وجاي عليها يضربها، فمين حاش؟ النبي عليه السلام. ماشي بنكش عشان تعمل كده، احنا مش جايبينك عشان كده. يعني احنا وبعد ما خلص الموضوع قال لها الا ترين ما شفتيش؟ حلت بينك وبين رب، شفتي ازاي بقى انا جاي في صفك؟ صلوا عليه. الموقف اللي الشاب الجميل البرعم الصغير اللي كان بيحكيه على المسرح وهو بيقول على النبي صلى الله عليه وسلم من اعطيتها الدرهم؟ ما هو عشان عدل. من احب زوجتك اليك؟ من اعطيتها الدرهم؟ ولكن كلنا كنا عارفين كان احب زوجته اليك كانت مين؟ لا تؤذوني في عش. ولما ده قبل خديجه لما توفاها الله، لا تؤذوني في عائشة ولا في أبيها. وكل واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وفى حقه إلا أبا بكر، وده الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لما نيجي نتكلم النبي مع الأطفال، وده اللي نحكيه لأولادنا، تعالى ما أحكي لكم النبي كان يعني يبقى قائد وماشي وراء أمة وراء تبليغ رسالة للعالم كله، يجي النبي صلى الله عليه وسلم معدي لقى طفل بيبكي في يعني. يا عمير ما فعل النغير؟ قاصد كان كل ما يعد عليه ايه يقول له انا معايا عصفور صغير بربيه وبتاع، ويقعد يتسامر معاه وبتعمل ازاي معاه وما فعل، ويقعد يحكي له. وفي يوم لما بكى عمير قال له مات النغير يا رسول الله، يقعد وسام صحابه يقعد يواسي الطفل. ما ضرب قط، ما اساء قط، ما تلفظ بلفظ قط، ما قال لانس وخدم 10 سنوات لما فعلت ذلك ولما لم تفعل ذلك. قط، كلمة قط دي يعني نهائي، ولا موقف حتى. صلوا عليه.